أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والحمد لله رب العالمين. وبعد، برا وكمان دي عندي عرب سنة لوكتون دي درس دي أصول الثلاثة كراتيرو عندي عرب سنة كمان دي راس كرنينة ألا كمان دي أو قول نين ما أو نين أو صون تلا دي مران دي أسري ألا كمان دي عندي رفانسا سندين تلا دي مران دي أسري داي درس دي كوي شلان تنين ما رشما الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم دي شلان تنين فرتو كن يا كميري شما كمي كنجم ذانو تم محمد صلى الله عليه وسلم وهو شما محمد بن عبد الله محمد ترى عبد الله عبد الله بن عبد المطلب ترى عبد المطلب بن عبد المطلب بن هاشم ترى هاشم وهاشم هاشم دي من قريش قريش كرا وقريش دي قريش دي من العرب عرب كرا والعرب عرب دي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأفضل الصلاة والسلام عرب دي تون دي زوريا سينا اسماعيل ترى سينا ابراهيم كوي كمان دي على الشاك ان جاي مالا ياسون كمان دي فدلان زان يمن ذات توس وله شرو من العمر كرولا 63 سنة سان دي فيرا كن لوكو ياكن كن جاي مالا يدي منها سافرا كن لوكو ياكن دن 40 قبل النبوة فيديو لوكا ونم نبي ورو كونم نبي شرو اشنين برنو و23 نبيا ورسولا فين دنيا كان ريش النبي كان جاي ميلان تمونه نبئ بإقرأ إقرأ لنشان نبيتي وأرسل أشات تكونتي أم سورتين وادي دير بالمدثر يا المدثر إن شاء تكونتي وبلده مكة بلان ذريش ما مكة وهاجر شي زوري إلى المدينة مدينة كرو لابد كاتب أن نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي على إنه ترو أمور لمرالا نترو واجب كران دين منها شرك لمرالا لان كل عليه السلام من نوتر واجب سنة اسمه ونسبه سنزا كدو زا نوتر واجب هو شما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب من ذرية وقريش من العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام عمره كروز نوتر واجب سنة له شر من العمر 63 سنة سنة فراك لكي يسكن منها 40 قبل البعثة و23 سنة بعد البعثة في إن اللقيا كان نقاون النبي شري سنين كرو انقسمت يكتي فترة بعثه صلى الله عليه وسلم فترة ركن جاي ملا يكونو تو يدي إلى فترة مكية فترة مكية وفترة مدنية فترة مكية يبي زمن ما كانت سرنا أري ما زمن دون شيء مدينة سرنا يبي فترة مكية استمرت 13 عاما سامين لقيا كنش مكة لاند فترة مدنية فترة لنا مدينة دانما استمرت 10 أعوام سامي ورش مدينة كرة دائما لمن هل هو عليه الصلاة والسلام نبي أم رسول شيء كن جام لا النبي لكن جام هو شيء صلى الله عليه وسلم النبي النبي هو رسول كن جام نبي صلوات الله وسلامه عليه بإقرأ إقرالا شان نبيتي نم نبي يشرب وحي يشرب زبسي إقرالا ثم بعث بالمدثر يا المدثر إن شاء الله يكون تكون تقول يوم سر وادي ديره بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد كمان دي شركة رو أمسو أريزورو شا تكون كرودة التوحيد رو أمسو أبو زورو شا كمان تكون والدليل قوله تعالى كولي كمان يا أيها المدثر قم فأنذر يا نكمل البكتمة قم تني فأنذر أمسو أبني وربك فكبر كما مكان باني وثيابك كذم فطهرني طهرني والرجز فاهجر سمن بره ولا تمن ورني من تستكثر قوتنا نقارو ولربك كما امر فاصبرنني ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك شركا امرذين شركا دروري قاو شركا ديوي دي رامسا وسازرذين ويدعو الى التوحيد توحيد ام بوذين وربك فكبر معنى انذر اي عظمه كم باني شاب التوحيد توحيد ان كم باني وثيابك فطهر معنى انذر اي طهر اعمالك عن الشرك كندم لا شرك لن طهرني والرجز فاحجر الرجز شمع الاصنام وهجرها تركها شاب رم قلت تركها والبراءة منها شاب قلت شلن بريتا واهلها يلا ذا سمسون بريتا
أدي رامز أبوذي اللي أخذ على هذا 10 سنين سامي، 10 سنين سامي يدعو إلى التوحيد، توحيد رامز أبوذي. وبعد العشر سامي الدين قاون عرج به إلى السماء، سامي رجاك كمان التقصير يا ساتي، وفرضت عليه الصلوات الخمس، صلى لك تؤدى شرف رجزي كمي، وصلى سليون عليه السلام في مكة، تصور مكة 3 سنين سامي يكنه. وبعدها انقاو ادين امر بالهجره الى المدينه، هجره مدينه رولترو بوريني نيرو كما نشهد امرنا. نبذه عن سيرته صلى الله عليه وسلم كسرت الرسول سكن جمالي. وكانت الدعوه في العهد المكي زمان دش مكه عندنا مرن وارد ودعوه زر متركزه حول التوحيد والدعوه الى نبذ الشرك واخلاص واخلاص العباده لله وحده. لو تشد انا مرن اقول انه تركيز زرنا دي لوكت شما هادن ما كان دانا دين توحيد راما بوتو شركة انتزا شركة كولزا اديرو. واستمرت هذه الدعوة، دعوة شما دي كم لجي هرنا ذي لمدة 13 سنة سامي لك يكون ليونو. ثم هذه انقاون امر صلى الله عليه وسلم قالتي بالحجرة الى المدينة، زورو هجرة سر مدينة لدرو. وكذلك هذه ما استمرت، استمر حال الدعوة فيها حال دون الدعوة رسول تنين مدين لأن نجو قائما على التوحيد بالإضافة، توحيد داتنا دازنا لن كرزقتنا لن بالإضافة ترانا كرو إلى نزول باقي شرائع الدين. زبت آيات إنه شرائع دين شرازين ملادي من عبادات إبادة إنكل إبادة ومعاملات معاملة إنكل وأمور حياتية ولمر دون كننجرو لواتا إنكل لواتا سمصو دايكواك عليه السلام أمس أبوزي شرو. إلا أن الناظر في سيرته في دعوته يجد كم دنو كل استماع صوندين سرو سيرة كان جاي مالا، يجد أن الدعوة إلى التوحيد بقيت ملازمة له صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله. برا دعوة أمس أبوتو عليه السلام ده لازم زنا، لازم زنا كل زي يدي رشا كمان ديمان. وفي هذا ألا رد واضح، رد في اتفرق مجي وجلي في تفرق كرو على من كم دون يزهد الناس أمس لا يتروزين ما في تعلم التوحيد، التوحيد سر أمس لا توحيد بيادين فيك أو ولو من فرق لهم يا دايا سلام منهم مي دايا التوحيد سر أمس روزين ما ألا رد في تفرق بيجي. ويدعي شيء داي دينتنا قول جين أن التوحيد شيء توحيد لا لا يحتاج لتعلمه إلا لدقائق معدودة. التوحيد دا علم تربية بيالوك من تي أنا لا أنا لا لوك أنا لا أنا لا روي يا توحيد ده وشا كراتي لم بتناسو بيا قلتما ألسو قلتما جري أيسو درو ردو في تفرق بيجي عليه السلام كننغن ذنشا نبي تنان توحيد سورة أمر بوذين غير حر كمان دير ولتي. قوله صلى الله قوله رحمه الله ما لم يكاولين عرج به إلى السماء قلتنا أري نستفيد منه شلان داي فندين فيلتين أو فيلة فندين ما أري أن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان جيم عليه حوار زينما من أمر الغيب لما الغيب يعني جرات ما أدلنا عندي حوار زينما ما أري نقول فيه شلان قلنين آمنا وصدقنا وسلمنا أري قلنين آمنا يسري وصدقنا جرياي وسلمنا لما الرزون هاي كندي ميري. أهمية الصلوات المفروضة سلفر اللاتارين مهم حيث أن الله سبحانه وتعالى فرضها في السماء كمان دي جاسمي جفر الجو دجي. والحجرة حجرة لشماء الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. بلا شركة سرين دين بروم بلا إسلام يرولتر شركة سرين دو كلم بلا إسلام سرين يرولتر. والحجرة شي هجرة فريضة على هذه الأمة بأمة الله فرل ديا من بلد الشرك بلا شركة لن سرين تنم إلى بلد الإسلام بلا كرم مسلم رولاتر. وهي شباقية إلى أن تقوم الساعة كأولي راوجين نصر شرد قبتنا. دي تنقسم الحجرة إلى 3 أقسام. حجرة ليا كريكتنا الحجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام حكمها واجبة. حجرة دون بلا كرم نردين برم بلا إسلام رولاتر هو مزر واجب. كندي مدي الهجرة من مكة إلى المدينة مكة بروم مدينة رلتر. وهذه انقطعت أرمال باك كمتنا بفتح مكة ونقف مكة فروم مكرو إسلام قانا لن باك كمتنا. هجرة كل ما أوجب الله هجره كمان دي بروم كولتر كنيا كمير بروم كولتر أو دون كمان دي بوري قلزنا وصو أمر زنا وصو أو كمان دي واجب سنا بروم شا قلتو وصو بروم كولتر من عمل وعامل وزمان ومكان اي سمصون شابرم كلمة ده شاد ما ده عمل لندا كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى او كمان دي حرم زنا وصبره. وعلى راس هذا الشرك وعلى راس هذا الشرك
كلان زي شيما تشون جانو مزو كمان دي أودبتنا دي شيما شركة عامل دون دا الكفار والمنافقون وغيرهم كرديا منافقا كرديا زين قرون دا زمان دون دا هجر الأزمنة التي يحتفل بها الكفار زمان دون الكفار شلا كرديا سبتنا حفلة دا سير مارا تنتتل مكان دون دا هجر الأمكنة التي يحتفل فيها الكفار ندن كرديا شلا سبتنا احتفال دا سير مارا تنتنم برم كولتر والدليل قوله تعالى حجر دليل انزل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم سندرن ملايرون ذا غدنا نسكن ذا ثرمالا قالوا ساقول زين كنا مستضعفين في الأرض عند رسول تشيلين دون جنادي قالوا ساقول زين ملايري ألم تكن أرض الله واسعة تشيلي على فرقني قالوا سندرو قول زين سندرو ساقول زين ألم تكن ولزي أرض الله تشيلي كما واسعة فرقرو ولزي فتهاجروا فيها شن بروا بروا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا أما أي والترم زاد كن جنمي دبيجي دي أون جنمي كن دو والترم رو دبيجي كمان دي ألان دي أسوه يا رب العالمين إلا المستضعفين من الرجال والنساء سيدي أم دونو جناصر كونغا كاموا والولدان دوليا لا يستطيعون حيلة دوري أبي مراكزاي ولا يهتدون سبيلا دولي رشمتين بمعرفة أولئك أما يعصى الله تودر كما أن يعفو عنهم سندي عفو جن وكان الله عفوا غفورا كمان دي عفوا ما عفوا تما يكن جنزا غور تما يكن جنزا وقوله تعالى كولي كمان يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا كن جاني سو تشيري فرق يا وأبنو إمام بغوي يقول رحمه الله على شان جمال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة مسلم ما دون مكة دسونا ما لم يهاجروا سندية زوري ماذا ناداهم الله باسم الإيمان سو إيماني لأن سندية كمان دي بونو والدليل على الحجرة دليل دون هجرة من السنة سنة لأن إسنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الحجرة حجرة كم تنبا حتى تنقطع التوبة تبر كم تنصره تبا موكا وكم تنصر حجرة كم تنبا بروم برول كم تنبا بروم بلا إسلام شركة زرين عبادة مونيا دبسين عدين مونيا دمدين بروم بلا دين ديمين روم كلا ترى دين ديمين درول يتر كم تنبا ولا تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة تبا كم تنبا حتى تطلع الشمس من مغربها حتى كن قال في جنس لينصر تنقطع التوبة بأحد أمرين تبا كم تن مودا تبا كمان دي مودا كم تن أوائن دي فلنزن كن فل مير طلوع الشمس من مغربها كن قال في تنسو ليا باتو با موكمتي وبحضور الوفاه وفاتي ساكم باوتو شرو ايشا خلاص با تشتو با موكمتنا قوله صلى الله عليه وسلم اي كاولينز لا هجرة بعد الفتح نقاو فاو كفرمتنا هجرة باو يعني من مكة الى المدينة مكة مدينة مكة دن بروم مدينة ردت الحجرة تركول با وفي هذا ألا إشارة بفلتين بي من النبي صلى الله عليه وسلم يمكن جاء ملا إلا إشارة فلتين بي جيم قولين ذا ألا أن مكة شمكر لا يمكن أن تعود أن تعود بلد كفر بلا نمن الدير والتيرو مون جنبار فلتين أندرو فلما استقر بالمدينة ساكن جمال إلى ذي مدينة توسنا أمير شاقلاتي ببقية شرائع الإسلام شرائع الإسلام قبسلا هذا شاقلاتي مثل الزكاة زكاية والصوم أشمي والحج حجي والجهاد جهاتي والأذان ستي والأمر بالمعروف إنقلان كما قلاتي والنهي دبت عن المنكر دبين كما دبتي وغير ذلك أرن قرو من شرائع الإسلام شرائع الإسلام يسمزر شاكمان إقلانو أدي ما شيء أمس وبوزين أخذ على هذا 10 سنين 10 سنين سامي ورليون وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه أدي إن جوان كن جمال إذا شيء بعونه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول جن الزكاة فرضت أولا في مكة مكة لأن شيخ محمد بن صالح الوثيمين يقول جن علشان جمال زكاة بروز سلك مكة فرلته لكنها لم تقدر أنصابها ولم يقدر الواجب فيها نساب او نجيلان دون جاي تولمين جيلان دون جاي تولمين ادي شاغل تي شاترتي وفي المدينه مدينه لن قدرت الانصاب وقدر الواجب دا يسرو ذكر او غير نزيار واجب دا او جاي دبلن غير نزيار سرو دبلن في دور نزيار او في اكرو نزيار او اورو نجارو دا ذكر دا يلا تقدير روان توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة بعد الحجرة ساكن ميومي هجرة ينقون ساكن ميومي عليه السلام باونو ودفن شر شترتي دربتي في حجرة عائشة رضي الله عنها فتو ايان دي عائشة جمزن شربتي شترتي
ودينه عدين عليه الصلاة والسلام باق قبسنا إلى أن لا ليرى وجه النصر لا خير خير با إلا دل الأمة عليه أو خير ما سيك من عليه السلام أمة ذا شموزون له ولا شر أو الشر با الشر أو سوء إلا حذرها منه شر رزنا أم سرع والخير الذي دل عليه حرد أنه كمان عليه السلام يكن جاء أمة ذا شموزون ما التوحيد ألا تلوته وجميع ما يحبه الله ويرضاه أو كمان دي سراء أرزنا وصوه والشر الذي حذرها من شرد عليه السلام شر أم سواريدين رشما الشرك شرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه أو كما دي واز غرزنا وصوشما لا خير إلا دل الأمة عليه دي ولا شر إلا حذرها منه لا بد أن نشهد أن دي كاتب أنه شلاق قد أدى الأمانة أمانة دابت قمتنا وبلغ الرسالة كتنودي قمزنا ونصح الأمة أمايا قلبنا وجاهد في الله حق جهاده جاد سرنا كمان دير جاد جرين جاد سرنا ريسره وتركنا أنديا كلنا عليه السلام يلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ديول دون بل تلدنا أنديا كلنا بننزل كوسي ندو مثلا يكتن ما با يسيا سيجي يتمانيا كم شران يشن مبا كم يشيا سيجا أعظم المحرمات أو أدنو حرم قتا كم بنزاري كم بنزاري شرك أكبر شرك أدنو كرة مخرج من الملة أدين كم تتوسط تلين شرك كرة شرك أكبر ده. شرك أصغر شرك جنايم بي غير مخرج من الملة أدين كم زطلين با كبائر بي جيكرو كبائر كل ما رتب عليه عقوبة خاصة أودن أبي الشرو أزاو تونس كمان دي جنازنا شمك كبايرة دو صغير بيواسنا نايم بي كل محرم أو حرم قتو وصو لم يرتب عليه عقوبة خاصة أو دون شروع أزاو تونس جناتي نيما أرشما صغير دو بعثه الله إلى الناس كافة كمان دي كان جام زلا أم سم مزرج كنوتو وافترض فرزي كما طاعته شاك قدا شاتت على جميع الثقلين الجن والجن والإنس جن يا إنس يا وصور شام كان قدا عليه السلام دا تتر فرالجو والدليل دليل قوله تعالى كولي كما حبكتين يا قل يا محمد يا أيها الناس يا أمسو إني ود رسول الله إليكم جميعا ود كان جام عليه سم مزرج كان جام عليه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أم سمى صورك جامع لإدات كنوتي ونسخت بذلك كل شريعة كانت قبله ألا شيء كنوتي كما دي الشريعة دي كم ذكرنا وصوى نسختي فاليهود والنصارى يوديان سرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن كن جامع لإدات سونما وفي زمننا اليوم كن زمن دن كوين زمن دن دسانا ما أدر إذا بلغتهم الدعوة صار الدعوة داس يرى قمقم ولم يدخلوا في الدين أدين درو تموي ما فهم كفار سندكر ديا حتى وإن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى حتى كلا أدين دن سينا موسى دانا سينا عيسى يسرنا دين كشر ورنا سندكر ديا عليه الصلاة والسلام ومن أدلة ذلك دليل لا أدر قوله تعالى كولي كمان دين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أري كرو قولي كمان دين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب قدرنا قدره يودي أكوري يا أبو زمن بوري كوي دا زمزو إسلام دروس عندي أبوجو ميوادا دا يسن ذكر ديها قومزا وأكمل الله به الدين شلان كمان دي أدين دا كمل زي تموجي والدليل قوله تعالى دليل قولي كمان دين قولي كمان دي حبكة تايلان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جيجلز والدليل كرو دليل دن على موته صلى الله عليه وسلم يباوتن زي دليل دي كمان دي قوله تعالى قولي كمان حبكة تايلان إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون جينا كمان دي دينا لن دنين على كلو قلتنا دام مقالان دي رسر تلت دي ألان دي سمسر واسا على ميتو أني فاتو جيري أن دي أبو رسانا ويا غاورس على كمان دي أمدون روح دسانا ميرو على نيلفان زات أمدون دي ميرو نيلفان زات دون غا ميرو على نيلفان زات سر كمان دي عربي على أم دي كرافات جيري أن دي أبو رسانا دا غاورس يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.